Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des Marocains qui ont soutenu l'action de Farhat Mehenni, l'action de la diaspora kabyle et du peuple kabyle pour l'événement du 20 avril 2024 à New York avec la proclamation devant le siège des Nations Unies. La proclamation de la renaissance d'un État kabyle. Déjà Farhat Mehenni sur son poste ce matin écrit « L'État kabyle que j'ai eu l'insigne honneur de proclamer devant le siège des Nations Unies à New York le 20 avril 2024 vient d'enregistrer son premier comité de soutien à l'échelle internationale que ses membres reçoivent ici en mon nom personnel et au nom de toute la famille indépendantiste kabyle, les remerciements et la reconnaissance du peuple kabyle, vivement d'autres initiatives similaires à travers le monde. Vive la Kabylie libre et indépendante. Vive la solidarité internationale avec l'État kabyle et la Kabylie. » C'était le poste à travers lequel Farhat Mehenni vient d'annoncer ce matin un comité marocain de soutien à la reconnaissance internationale de l'État kabyle. Dans cette vidéo, je vais vous passer juste certains messages, comme ce message de soutien et de félicitations de Tariq Boukhari, acteur et comédien marocain, au peuple kabyle à l'occasion de la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Par la même vidéo, je vous fais passer le soutien, le message de soutien et de félicitations de Abdelhak Snaibi, l'expert en affaires sécuritaires et stratégiques au Maroc, au peuple kabyle, à l'occasion de la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Vous écouterez également le message de soutien et de félicitations de Redouane Ferrouhi, le journaliste et animateur de la radio 2M, au peuple kabyle, à la même occasion de la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Écoutons donc ces messages de soutien avec la promesse de revenir avec d'autres messages dès que la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan en obtiendra les enregistrements. الحكومة المؤقتة لجمهورية قبائل وتحية طيبة بطبيعة الحال إلى رئيس الحكومة المؤقتة السيد فرحات مهني. معكم الدكتور عبد الحق الصنايبي من المغرب خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية وأستغل هذه الفرصة لأبارك للقيادة القبائلية والحكومة المؤقتة والشعب القبائلي ميلاد الجمهورية القبائلية المستقلة وذلك يعني بعد سنوات من الاستعمار والمعاناة تحت نهر الاستعمار التركي والاستعمار الفرنسي وأيضا يعني العملية القمعية التي قام بها النظام الجزائري في حق القبائل. بطبيعة الحال هو ليس موقفا أو ليس هو تسجيل موقف وليس هو مجرد يعني موقف نكاية في نظام أو في كيان وإنما هو مواقف كما يعلم الجميع علي أنه نابعة من خلال قراءة تاريخية في العشرات من المراجع والتي تؤكد وتقطع لأن القبائل كانت لها يعني تواجد مادي وسياسي قبل التواجد المادي والسياسي للجزائر التي صنعها الاستعمار الفرنسي على المقاس سنة 1962 وبالتالي كانت القبائل دائما يعني تتحرك ضمن بنية الدولة وكان الشعب القبائلي دائما غيورا على استقلاله غيورا على عادته غيورا على تقاليده وكانت دائما هناك ما يسمى بالشخصية الرئيسية التي كانت تميز الفرد القبيلي. إذن هي تاريخ مهم يتزامن مع يعني تاريخ 1857 حينما يعني فقدت منطقة القبائل يعني استقلالها وخضعت للاستعمار
الفرنسي، وهي مناسبة يعني لي بور روندر اوماج للجحافل ديال الشهداء التي تم تقديمها من اجل استقلالي ونمائي وتقدمي المنطقة ديال القبائل. وانا اتمنى بعد وضع الملف لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن تسارع الدول للاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية، لحقيقة أنه كانت هناك دولة اسمها القبائل تمارس سيادتها على مجال جغرافي ولها شعب ولها سلطة سياسية منظمة. وأعتقد أن بحكم معرفتي بالعديد من القيادات في الحكومة ديال القبائل والرموز ديالها ومعرفتي بالشعب القبائلي، أعرف بأنه شعب يؤمن بالحرية، يؤمن بمبادئ التعايش المشترك، يؤمن بالأمن والاستقرار، لأنه عانى من حالة لا أمن، حالة الاستقرار لعقود. وبالتالي بإمكان دولة القبائل أن تكون إضافة مهمة جدا من أجل يعني استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي مقدمة التكامل الإقليمي التي افتقدناها منذ عقود بالنظر إلى توجد كيان سياسي راهن على الانفصال وراهن على التوحش وراهن على الإرهاب من أجل استدامته توجد على السلطة. وأعتقد أنه آن الأوان ليكون هناك دولة قائمة الذات، يعني تؤمن بالحوار، تؤمن بالانفتاح، تؤمن بحسن الجوار، وبالتالي بناء يعني مستقبل مشترك بناء على مجموعة من التقاطعات التي تجمع الشعبين القبائل في الشرق المغربي. يعني معك الفنان طارق البخاري، كل الدعم لا مشروط وكل التآزر مع أشقائنا الأحرار الأبرار ناس القبائل. ودولة القبائل عاشت حرة، عاشت حرة، عاشت حرة من النظام الغاشم، من الاستعمار الغاشم، والحرية قريبة إن شاء الله النور ديالها يضيء جميع الأراضي القبيلية تكون حرة. كل دعمنا لأشقائنا، كل دعمنا لأشقائنا، كل دعمنا لأشقائنا. دولة القبائل عاشت حرة. تحياتي. السلام عليكم أزول، تحية قبيلية. أنا بصفتي مواطن مغربي يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، كنتمنى الإخوان ديالي الشعب القبائلي حب موفق. مبروك عليكم. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gonna do